بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة سؤال، يعني خليني أنا دايما أنا اللي بحكي، خليني أنا مرة أسألكوا سؤال. أنت محدد هدفك في الحياة؟ أنت هدفك إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنت حضرتك كاتبة هدفك؟ لا كاتباه يعني حاطاه في ورقة؟ طب ممكن تقولي لي أنت عايزة إيه في الدنيا؟ معقولة أعيش من غير هدف؟ معقولة يا جماعة؟ يا نهار أبيض، لازم تجاوب عليا دلوقتي. يعني أنا بتكلم دلوقتي وأنت قاعد بتسمعني في عربيتك ولا في البيت ولا قدام الإنترنت، لازم أرد عليا. أنت هدفك إيه في الحياة؟ لو مالكش هدف دي كارثة. أنتوا إيه رأيكم يا جماعة في ناس ركبوا الطيارة مسافرين يعني، وبعد ما ركبوا الطيارة قام واحد رايح للطيار قال له لو سمحت هو إحنا رايحين فين؟ إيه رأيكم لو حد عمل حاجة زي كده؟ وطب تخيلوا بقى أكتر لو الطيار رد عليه قال له والله مش عارف، إحنا حسب الهوا نشوف الهوا. والله العظيم تخيلوا يا جماعه واحد ركب طياره قال للكابتن كده والكابتن رد عليه قال له الكلام ده جنان مش كده؟ قال له والله حسب الطيارات الهوائيه هتودينا فين وكميه البنزين اللي معانا نشوف هننزل فين. يا نهار ابيض، معقوله انت كده؟ شوف انت ضحكت، ها ضحكت. طب يا ترى احنا كده. الاطفال في امريكا بيجيبوا الطفل وهو في ابتدائي يقولوا له اكتب هدفك، حصه كل اسبوع، حصه اسمها الهدف. فالولد طبعا مش فاهم حاجه لسه في ابتدائي، فيقوم كاتب اي حاجه، عايز اطلع احسن مهندس كمبيوتر، عايز اطلع زي بيل جيتس، فيقوموا جايبينه ويقوموا رايحين لابوه وامه ويقولوا له في اجازه الصيف ابنك اختار ان هو عايز يطلع مخترع في الكمبيوتر، لازم تجيب له جهاز كمبيوتر وتتابعه طول الصيف. يتابعه طول الصيف، يجي المدرسه السنه اللي بعديها يقول له عملت ايه في الهدف بتاعك؟ ولا حاجه. فيقولوا له يبقى انت اخترت هدف انت ما بتحبوش، يلا طلع الهدف بتاعك تاني. تخيل لما حصه كل اسبوع يحصل في دماغ الولد ايه وهو في ثانوي. عرفتوا ليه عملوا الشركات المالتي ناشونال؟ عرفتوا ليه واحد زي الراجل بتاع كنتاكي ده اللي انتوا بتاكلوها كان راجل بيبيع فراخ مقليه على عربيه في الشوارع ويحط الخلطه وياكل الناس؟ بدات الخلطه، بدا يطلع عنده هدف. ليه ما تبقاش منتجي موجود في كل حته في العالم وتبقى صورتي موجوده في كل حته في العالم؟ ده كان هدفه عمله. معقوله يا جماعه مالكش هدف؟ ممكن تحدد هدفك؟ ممكن تكتبه؟ لا ممكن كمان غير تكتبه ممكن تشوفه بالالوان. يعني ايه اشوفه بالالوان؟ يعني 3D. عارف يعني ايه 3D؟ عارف يعني تشوفه بكل الابعاد، تعيش جوه حلمك وتتخيله وتشوفه وتبقى بالالوان بكل التفاصيل. في لاعب تنس شهير اسمه اجاسي، تفتكروه؟ كان خد بطوله ويمبلدون مثلا مش عارف كم مره، 10 مرات ولا اكتر. أول مرة بقى كان لسه خد فيها بطولة ويمبلدون كان عنده 19 سنة أو 18 سنة، فبيعملوا معاه انترفيو بعد ما خد بطولة التنس العالمية دي بقى والبطل. فبيقول له المذيع، بيقول له أنت إيه شعورك وأنت في الملعب دلوقتي بعد ما خدت بطولة ويمبلدون لأول مرة في حياتك؟ فقام ردد عليه قال له الحقيقة هي مش أول مرة، دي 10 مرة. فالناس كلها ضحكت افتكرت بيهزر لأنها أول مرة. قال لهم لا أنا مش بهزر، فعلا أنا بقالي 10 سنين بحلم باليوم ده. أنا كنت عارف لون التيشيرت اللي أنا هلعب بيه الماتش النهائي، أنا كنت عارف سامع تسقيف الجماهير، وأنا كنت شايف نفسي وأنا ماسك الكاس، أنا كنت عايش الحلم بقالي 10 سنين. احلم وحدد هدفك واكتبه وعيش عشانه واستمتع بالحياة لو عندك هدف، وساعتها فعلا هتعرف يعني إيه كلمة بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم.